كالتالي: بالبداية، طبعا حل مثل هذه الأسئلة مثل ما تعرفون تعتمد على الكرياتيفيتي للمبرمج، يعني معناها ليس فقط هذه الطريقة في الحل، هناك أكثر من طريقة. بالتالي راح هنا أنا أبين لكم الطريقة اللي اتبعتها في حل الموديفيكيشن الجوريثم. بالبداية عملت فانكشن سيفتها كأن فايل سميتها موديفاي. هاي الفانكشن موديفاي هي عبارة عن فانكشن الاوتبوت مالتها يكون مخزون في variable او matrix اسمه z، وهاي الموديفاي تطلب من عندي هاي ال variable، تطلب من عندي z original z b z x z z b x n k j. هنا انا موضح لك انا شنو معنى كل وحده من هاي ال variables. بالنسبة لل z org is the original impedance matrix. Zb is the value of added impedance. X is the number case number، يعني يا حال الحالة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، وهكذا. الآن هو البص بار نمبر in which the value of ZB will be added، هو رقم البص بار اللي راح نضيف إلى ZB. فمثلا إذا أضفنا البص بار الأول راح يكون N1، إذا أضفنا البص بار الثاني يكون 2، وهكذا. ال K and J هاي تابعة لل case 4، هاي تابعة إلى أرقام الباص بارات في الحالة 4 اللي نضيف بيناتها الزت بي. هاي باص is number for adding زت بي of case 4. هسا أبين لكم شنو معنى هذا العداد الأول. هنا العداد الأول هو if x equal to 1، إذا كانت الـ x هنا أنت اللي دخلت، مو راح تدخل z original value، طبعا هنا أنا هاي كما يا ما تكون قيمة واحدة أو تكون كماتريكس هي z original، وتدخل قيمة z b اللي هي راح تضيفها، وبعدها راح تدخل قيمة الـ x اللي هي case number، والآن هي الـ number of bus bar اللي راح تضيف عليه إذا كانت الـ case 1 2 3، أما إذا كانت الـ case 4 ف k و j الهن values، بينما x ما لها value، وراح ابين لك هذا شلون يصير هسه. ف شو يقول لك؟ if x equal to هنا equal to 1 معناها الحالة الأولى، إذن الأوتبوت، هذا الأوتبوت الزد هو عبارة عن ماتريكس بيها Z original value، ومثل ما تعرف كما معناها أنا راح أضيف شنو؟ عمود لوصف، معناها راح أضيف عمود جديد. العمود هو عبارة عن zeros length، مقدار length للZ origin بواحد. شنو معنى هاي؟ هاي الزيروز هي built in function تسوي لك matrix حسب طلبك بها زيروز. فإذا تقول لها زيروز 5 راح تسوي لك matrix 5 في 5، 5 في 5 كلها زيروز. أما إذا تقول لها زيروز 1 2 راح تسوي لك ماتريك زيروز بها روم واحد وعمودين،
هاي اذا تقول لها 0 از 1 2. هنا انا ليش اخذت لينكث؟ لينكث ياخذ البعد الاول لاي ماتريكس. مثلا الماتريكس خلينا نقول زد او ار جي، هاي الماتريكس هي 4 في 1 او 4 في 2. لما تقول له لينكث زد او ار جي يقول لك اللينكث مالتها 4، يعني لينكث يرجع لك النمبر اوف رو لتلك الماتريكس. فهسه عرفنا شي راح يرجع لك. انا اريد مثل ما تعرف انا اريد اسوي زيروز عمود مقداره شنو الرول بي هو مساوي للزد او ار جي. فخذت لينكث، فمثل ما نرجع للاكزامبل مالتنا زد قلنا 4 في 2، من تقول لها لينكث ايش راح يسويها 4. هنا ثبتت 1، انا اريد رو 1 ما اريد اكثر، لان انا راح اضيف عمود 1، ولذلك هنا انا راح اسوي لي زيروز 4 في 1 على سبيل المثال. فاذا زيروز هي فانكشن لتوليد ماتريكس اوف زيروز حسب اللي تعطيه اياه، الابعاد اللي تعطيه اياه. البعد الاول اختاريته length of z او ار جي، اما البعد الثاني فهو ثابت لانه عمود واحد. هنا فار الزمنقوطة معناها صف لو عمود معناها صف. اذن الصف الثاني انا اريد رو واحد، ولذلك هنا زيروز واحد رو واحد، واللينكث z او ار جي يعني راح ياخذ عدد الأعمدة لي ال زد او ار جي، يعني التران. او تقدر هاي تكررها نفسها، هاي تسوي لها كابي تخليها بيست هنا، وتخلي بالنهاية علامة البوستروفي معناها هاي العلامة نفس علامة البوستروفي معناها اريد الترانسبوز، اريد الترانسبوز الهاي. بالنهاية بقى الرقم الاخير هو زد بي للحالة الاولى. else if x equal 2 or x equal 3، مثل ما اتفقنا انه الحالة الثانية والثالثة زد تنيو الها مشابه، ويكون زد هو عبارة عن زد او ار جي، وراح نكرر شنو الصف والعمود اللي اضفنا عليه زد بي. فهنا مثل ما تلاحظ هذا عمود للزد او ار جي، اقول له هنا كل هاي الكولوم معناها اريد كل الاعمدة كل الصفوف للعمود ان اللي اضفت عليه. هنا بعدها فار الزمنقوطة راح اروح الى رو جديد، اريد الان الرو اللي ضفت عليه وكل العمدة. هنا الاليمنت الاخير راح يكون عبارة عن زد او ار جي ان ان، يعني مقدار الاليمنت جيبه اللي هو الرانك مالته ان ان، وضيف له زد بي وخليه بهذا الموقع. هاي في حالة الكيز الثاني او الثالثة، وهذا هو مكافئ لهذه المعادلة in general. بعدها else يعني معناها اذا الاكس لا 1 ولا 2 ولا 3 راح يروح اللوب اللي وين الهاي else اللي هو يكون بها الاكس 4. ايش راح تكون؟ تكون زد هي زد اوريجينال فاليو في عمود جديد اضيفه اللي هو مقدار كل الاعمدة بالكل
الصفوف بالعمود K minus كل الصفوف بالعمود J. بعدها راح أذهب إلى من نخلي هنا فارزة منقوطة، معناها راح أذهب إلى شنو؟ إلى صف جديد اللي هو راح أروح للصف K كل الأعمدة ماينس صف J كل الأعمدة، وراح يكون هو الصف الجديد. أما مثل ما اتفقنا في حالة الإليمنت الأخير في الحالة 4 راح يكون ZBB هو عبارة عن ZB بلس ZJJ بلس ZKK ماينس 2 ZJK، ولذلك راح أجي هنا بكل سهولة أكتب العمود الأخير هو عبارة عن ZB بلس ZORG of KK بلس ZORG JJ، راح يجيب لي الزت الموجودة بالكي كي، الزت الموجودة بالجي جي الرانك مالتها ماينس 2 في الزت او ار جي كي جي، وهنا فارزة منقوطة وانتهت. هذه بالنسبة للكيس 4. اند الى الاف كاونتر اند للفانكشن، هذا لحد اللي هنا، هذه أسيفها بالأنفايل وأجي هنا أنا هسه أرجع المن للمثال مالتي. هذا حليناه كالآتي، راح أبدي من الباص واحد، أربط الباص واحد للرفرنس باص، للرفرنس باص بالزيت بي هي جي 1.2. فايش راح اجي اكتب؟ طبعا هذا كله وين راح اكتبه؟ هذا كله راح اكتبه بالكوماند ويندو، اكتب clc clear، نظف الكوماند ويندو clear، مثل ما اتفقنا الورك سبيس راح يكون ما بي اي variables، وبالتالي راح يجي استدعي الفانكشن اللي اني سيفتها باسم modify، وادخل لها الزيت org. يعني بما انه اول خطوة ما عندي زيت org ما لها قيمة، فايش راح اخلي؟ خلي هاي two brackets without anything، معناها شنو؟ معناها nothing، ما موجود اي شيء. وراها شو تريد من عندي الفانكشن هاي؟ تريد من عندي الزيت بي. شنو هي الزيت بي؟ زت بي هي 1.2 اي اللي ضفتها من الرفرنس باص المن الى الباص بار رقم واحد. شي يريد من عندي؟ اذا تلاحظوا رقم الكيس، يا كيس الاولى اكس واحد، هنا انا ان راح اعيفها بهاي الحالة لانه هي الكيس 1، فراح اجي شوف راح اتابع هنا. تقدر انت شو تسوي حتى تشوف الحل مالتك؟ هاي الفارزة المنقوطة لا تخليها، من ما تخليها راح من تكتب z1 equal to modify 2 bracket 1.2i 1 بدون